عندما تتحول الانتقادات والمواقف المعارضة إلى أسلحة تهدد بقوة أي شخص يتجرأ على استخدامها، يكون رد حزب الله بقوة السلاح. ففي قلب الأزمات السياسية ينكشف الوجه القمعي للانتقام، حيث تتحول كل كلمة نقد إلى سبب لنوبات من العنف، ما يعكس سعي الحركات للحفاظ على سلطتها بالقوة والترهيب كأداة لكبح أي محاولة للاعتراض. هذا مقطع فيديو انتشر بسرعة النار على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة قاسية لاعتداء عناصر من حزب الله على نازحين من بلدة عيت الشعب في طورة، ما أثار ضجة كبيرة في لبنان. بحسب وسائل إعلام محلية، فقد لجأ نازحون من عيت الشعب إلى بلدة طورة بحثاً عن منازل آمنة، إلا أن خلافاً بين مسؤول بحزب الله في البلدة وأحد النازحين هناك تحول بسرعة إلى اعتداء عنيف على مجموعة من النازحين وبالضرب الشديد. حادثة تروي مرة أخرى كيف يفرض حزب الله سيطرته لقمع الأصوات المنتقدة حتى وإن كانت من بيئته الحاضنة. خير مثال على ذلك المواطن عامر حلاوي الذي كان يتناول قهوته في هدوء، حين تحولت أجواء المقهى فجأة إلى جحيم، إذ أقدمت مجموعة تابعة لحزب الله على ضربه بطريقة وحشية، وفي رسالة صارخة من الحزب بأن كل منتقد هو هدف شرعي للعنف. وفي تفاصيل القصة، حسب عامر حلاوي فإنه استشاط غضبا حين أقدمت إسرائيل على استهداف سيارة تابعة لقياديا في حزب الله كانت تسير بين مدنيين، بمن فيهم ابنته التي سببت لها الغارة في جروح، وهو ما جعله يصب جام غضبه على عناصر الحزب متسائلا لماذا يسلك عناصر حزب الله طريقا مزدحما بالمدنيين. هذا التساؤل دفع ثمنه غاليا له.